السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة هو إيز. إذا لم تكن بعد من المشتركين فرجاء اشترك في القناة. افصل هذه الأغراض إلى فئتين. حسنا، نقوم بوضع الفواكه في جهة والخضر في جهة. الأكيد أن الأناناس فاكهة والبطيخ فاكهة والتوت فاكهة. بالمقابل الجزر خضر، البصل أيضا، وهذا القرنبيط. حسنا، الآن بالنسبة للطماطم والباذنجان. الطماطم فاكهة، وللمفاجأة فإن أيضا الباذنجان فاكهة. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.